السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخ ونصائح خديجة. اليوم غادي نحضروا معكم جوج الأشكال ديال الزعلوك، واحد ديال الدنجال والثاني ديال الشيف لور. طريقة سهلة وبسيطة، فخليكم معايا حتى لآخر الفيديو. غادي نحتاجوا الدنجال، انا استعملت 4 ديال الدنجالات اللي نحاولوا ما نقيوهمش كاملين، مقطعين ومسلوقين في شويه ديال الماء والملحه، والشيف لور حتى هو مقطع على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ومسلوق في شويه ديال الماء والملحه، ما نخليوش حتى يهرى لينا. وغادي نحتاجوا 4 ديال المطيشات كبار مقطعين حتى هما، خرقوم بلدي، سكنجبير، بزار، تحميرة، السودانية كتبقى اختيارية، أنا كتعجبني، شوية ديال الملحة، كمون، توم، التومة ولا التوم، البصلة غادي نحتاجوها غير في الشيفلور، وشوية ديال القزبر ومعدنوس، والزيت، أنا كنستعمل زيت زيتون، ممكن تستعملوا زيت نباتية إذا ما كانش متوفر. المقادير كاملين غادي نقسموهم على جوج ما بين الدنجال والشيفلور. بسم الله نبداو على بركة الله. انا درت كيف ما كتشوفوا المقلات فوق العافية، العافية متوسطة. غادي ناخد مطيشة، غندير حساب جوج مطيشات هكا وجوج مطيشات هكا، نص نص. البصله غنستعملوها غير في الشيفلور بوحدو، الدنجال ما كنديروهش فيه البصله. قزبر ومعدنوس نديرو شويه هكا وشويه هكا كيف ما كتشوفوا. والثومه، شوما على حساب جوج فصوص هكا وجوج فصوص هكا. دابا ناخد العطريه، كمون، كما قلت لكم الهريسه كتبقى اختياريه على حسب الذوق ديال كل واحد. سكنجبير نديرو حساب راس المعلقه، خرقوم عرق، البزار، تحميرة، كما كتشوفوا ندير حساب جوج معلقات، ما عامريش مزيان ديال التحميرة. وسمحوا لي على الإضاءة، راني كنصور بالليل. صافي، غندير زيت العود. والملحة، الملحة كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هادو دغيا كيوجدو، الصراحة دغيا كيوجدو وكيجيو بنان بزاف.
غادي نخليو لاصوص لي صوص دو طو حتى يتشحروا لينا مزيان، عاد نزيدو الشيفلور والبنجان. كما قلت لكم راني كنصور بالليل، الاضاءه شويه ناقصه. ودابا غادي نضيف الزعلوك، سمحوا لي غادي نضيف الباذنجان، كيف ما شفتوا راني ضفت شوف لاصوص اللي ما فيهاش البصله. كنحاولوا نمعكوه شويه بالمعلقه. دابا لاصوص ديالنا ساقي هي وجدات، غادي نزيد فيها الشيفلور. نحركو شويه كيفما شفتو دغيا كيوجدو لينا الزعالك ديالنا. كيفما كتشوفو صافي ها هو راه نشف لينا علينا وجد. بالنسبة للثاني صافي تا هو راه نشف كما كتشوفو، هو وجد لينا. وكنخليو شوية الشفلور يكون باين كيما كتشوف صافي. دابا نخليهم غير حتى دقيقة وحدة وغادي نطفي عليهم، وفاش نقدمهم غادي نصور لكم التقليم. هذا هو الشكل ديال الزعلوك ديال الشيفلور والزعلوك ديال الدنجال، كيف ما كتشوفوا كيجي زوين بزاف، اما المذاق كيجي رائع. فنتمنى تجربوهم ويعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.